كيف نحمص خبز التوست من جهة واحدة فقط؟ إذا كنت من محبي خبز التوست وترغب بعمل سندويش التوست محمصة فقط من الخارج وذلك لتسهيل عملية الدهن، كل ما عليك فعله وضع قطعتي خبز متقابلات داخل آلة التحميص، وبذلك يصبح لديك قطعتي خبز توست محمصتين من جهة واحدة فقط. لا تنسوا الضغط هنا للسبسكرايب لمتابعة ما هو جديد، ويمكنكم أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات التي اخترناها لكم.